تحية لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الجمعة العظيم وبمناسبة ذكرى القيامة المجيدة. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من سؤال جريء، والتي سيشاركني فيها أخي الحبيب أحمد في النقاش والحوار. أهلا بك أخويا. أهلا بك أخويا رشيد، ربي يباركك يا رب. شكرك. فحلقتنا هذه هي عن شهادة بعض الإخوة والأخوات الذين عبروا من الإسلام إلى أحضان مخلصنا يسوع المسيح. تعودنا في الحلقات الأخيرة أن نضع سؤالا على الرسائل القصيرة الـ SMS، وهنا فقط أريد أن أنبه أن الكثير من الإذاعات والمحطات يضعون رسائل قصيرة للربح المادي، لكن هنا لا نضعها لأجل الربح المادي، لكن فقط لنعرف آراءكم ونستفيد من تجاربكم ونعرف إجاباتكم عن الأسئلة التي نطرحها. سؤالنا لهذه الحلقة هو: هل المسيحيون من خلفية إسلامية سيكون لهم تأثير كبير على العالم الإسلامي؟ لو تعتقدوا نعم ارسلوا لنا رقم 1، لو تعتقدوا لا ارسلوا لنا رقم 2، ومن فضلكم خذوا الأرقام التي تظهر على الشاشة ودونوها حتى تشاركونا. أيضا نريد من كل شخص كان مسلم سابق وقبل يسوع المسيح في أي وقت من الأوقات نريد أن ترسل رقم 7 حتى نعرف، لأن الناس لا يعرفون، البعض يقول آلاف، البعض يقول مئات، البعض يقول ملايين من الذين تركوا الإسلام وتبعوا السيد المسيح. إن كنت من الذين قبلوا يسوع المسيح من خلفية إسلامية، ابعث لنا رقم 7 حتى نحاول أن نحيط بالأعداد، رغم علمنا بأن الكثير لا يستطيع، ليس لديه الإمكانيات المادية ولا الوسائل لبعث الرسائل القصيرة، لكن المهم نعرف هذه الأعداد. في البداية كان من المفروض أن أقرأ لكم بعض الأخبار، لكن يظهر أنه عندنا مشكل تقني، الإخوة شغالين على إصلاح هذا المشكل، نتمنى يتوفقوا. ومن هذا أنه في الجزائر أغلقت كنيستان لممارسة أنشطة تبشيرية بحسب الحكومة في عدة ولايات، والخبر أوردته العربية، وأنا ممكن أريه على الشاشة حتى يشاهده المشاهدون. وأيضا ورد نفس الخبر تقريبا بجريدة الشروق الجزائرية: مصالح الأمن تمنع ملتقى بكنيسة تافات بتيزي أوزو، وهذا من التصعيد على الكنائس المحلية وتصعيد على التبشير باسم المسيح في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. أيضا ورد خبر آخر في العربية: جدل يثير تصريح سفير الفاتيكان ببحث بناء كنائس في السعودية. وكان رد الإخوة المسلمين أنه لا يمكن أن نبني كنائس إلا إذا اعترفوا بنبوة محمد. وهذا الدكتور عشقي يقول: طلبنا منهم اعتراف البابا والكنائس بالنبي محمد كشرط لبناء الكنائس، وكأنه يقول لهم صيروا مسلمين لكي تستطيعوا بناء كنائس. في أول هذا اللقاء يكون معنا الأخت سارة، هي مغربية مقيمة بالخارج وعرفت الرب من شهور قليلة فقط عبر البالتوك وعبر البرامج الإذاعية، خصوصا قناة الحياة. نتمنى تكون سامعانا الأخت سارة. أهلا بك أخت سارة. أخت سارة هل تسمعين؟ سلام رب المجد معكم. سلام رب المجد يسوع المسيح معك أخي رشيد. سلام لك. حنبدأ بك اليوم أخت سارة ونسألك أول سؤال: كيف كانت البداية؟ أنت عرفت الرب من شهور قليلة، كم شهر تقريبا؟ تقريبا من شهر أمنت بالرب يسوع المسيح كإله وكمخلص. أمين. أمين. وبدايتي في البحث نعم عن حقيقة الإسلام كانت من شهور قليلة. وكيف كانت البداية؟ ما الذي دفعك أولا لبداية البحث؟ بداية البحث لا كانت على البال ولا على الخاطر زي ما بيقولوا، بس دخلت البالتوك صدفة، نزلت البرنامج فلقيت نفسي في واحدة من الروم، من الغرف يعني الأول، في رومز مسيحية كانت من غير ما نذكر أسماء.
من غير ذكر أسماء. نعم. كانت يعني أول ما سمعت الكلام عن الإسلام أول مرة كنت بسمع الكلام ده، وطبعا كانت صدمة قوية. نعم. لأن أنا كنت مسلمة عادية، يعني بعرف الأشياء الأساسية في الإسلام، لم أكن أعلم يعني بكل الحقائق الموجودة في القرآن وفي الأحاديث. نعم. فطبعا كواجب علي أن أنا أدافع عن الإسلام، ابتديت أدافع بكل ما أملك من علم. نعم. يعني لمدة طويلة، وبعدين قلت أكيد الناس دول بيكرهوا الإسلام وبيحقدوا علينا، خليني أروح أشوف أسأل أهل العلم. ولم أجد الإجابة، لم أجد الإجابة عن حياة نبي الإسلام، ولا عن الأحاديث، ولا عن القرآن. فقلت حخلي كل الأحاديث على جنب وأمسك القرآن وأبحث فيه. وكانت المصيبة أعظم يا أخي رشيد، هي مصيبة في وقتها، ولكن أشكر الرب الذي دعيته من كل قلبي في رمضان اللي فات عشان ينورني وينور لي طريقي. بشكره أنه انتشني من الظلمة إلى النور. طيب، أنا عاوز أشركك أخي أحمد أيضا في سؤال أخت سارة، لو تتفضل كمان لو عندك أي سؤال في هذا الإطار. شكرا أخي رشيد، ربي يبارك أخت سارة. بس عايز أسأل حضرتك، يا ترى إيه الأشياء اللي جذبتك لشخص المسيح؟ أشياء كثيرة يا أخي أحمد، أشياء كثيرة. يعني أنا قبل ما أدور على مين هو الله الحقيقي، ابتديت يعني أبحث في القرآن، يعني ومن القرآن رغم أني لقيت يعني عدم وضوح وتناقض كبير، انطلقتي من القرآن هي اللي خلتني أبتدي أدور على الرب الحقيقي. لما ابتديت أقارن بين القرآن والإنجيل، لما ابتديت أقول ليه القرآن دي عشان ينقض الصلب وبينقض أهل الكتاب بطريقة كبيرة. فأنا ممكن أعطيك بعض الأمثلة يعني في القرآن. يعني القرآن مثلا بنلاقي فيه تحريض على القتال، يعني مثلا سورة الأنفال بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. بينما نجد في الإنجيل رب المجد يسوع المسيح لما أراد أحد تلاميذه أن يدافع عنه، لما أتى الرومان يأخذونه قال له رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. حاجات كثيرة، مثلا لما ابتديت أقارن في سورة البقرة بتقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم. في الإنجيل يقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. نعم. بل من لطمك على خدك الأيمن فحوله الآخر أيضا. نعم. حاجات كثيرة يعني وكانت الحاجة الخطيرة الخطيرة واللي أي واحد من المسلمين خد باله منها ممكن يكتشف حقيقة القرآن. طب في سورة النحل القرآن يقول إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، ولما بيقول وما ننسخ من آية أو ننسيها إلا ونأتي بمثلها أو خير منها. خير منها رب المجد يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. نعم. طيب أخت سارة، عايز أسألك سؤال، إيه تأثير قناة الحياة والبالتوك عليك؟ يعني هل استفدت من البرامج اللي نعملها أم لم يكن لها تأثير على الإطلاق؟ طبعا استفدت منها كتير. أولا لما رحت أسأل أهل العلم في الإسلام عشان يجاوبوني على كل الأسئلة اللي كانت عندي، كل اللي عملوه إنه قالوا ده كلام الله، وإنه أنتوا بتروحوا بتشوفوا قناة الحياة ولازم مقاطعة قناة الحياة من غير أي مبررات. فأنا طبعا ما كنتش بتابع الحلقات كلها من الأول لأنه ما كنتش أعرف عنها كتير، بس دخلت على النت وابتديت أنزل الحلقات كلها وابتديت أشوف وأبحث وأعرف. طبعا ساعدتني كتير قناة الحياة. هل ممكن تدينا أمثلة مثلا الأشياء اللي استفدت من البرامج حتى نعرف إحنا كمان يعني أسماء البرامج؟
لا مثلا أشياء استفدتيها ما كنتيش تعرفيها من قبل كمسلمة من البرامج أو شيء؟ ما كنتش أعرف حاجات كثيرة مثلا في فيما يخص الإسلام، يعني مثلا عن حياة رسول الإسلام ما كنتش عارفة إن الوحي إزاي نزل، كنت عارفة إنه أوكي الملاك جبريل نزل بالوحي، ولكن لم أكن أعرف أن الرسول كان يريد أن ينتحر، لم أكن أن أعرف أنه جرب الوحي مع خديجة، لم أكن أعرف حاجات كثيرة، ما كنت أعرف معنى عيد الأضحى، معنى رمضان بالضبط ومن أين أصوله، ما كنت أعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن. وطبعا وكمان قناة الحياة ساعدتني كثير عشان أفهم يعني معنى إيه الآب والابن والروح القدس، وأفهم الديانة المسيحية، يعني ساعدتني. طيب عندك سؤال أخوي أحمد؟ بس عايز أقول لأختي إن الرب يباركك، إحنا فخورين جدا بيك وبشجاعتك في إنك قبلت المسيح. حياتك دلوقتي أخبارها إيه بعد معرفتي المسيح؟ حياتي صارت كلها سلام، ويعني ما تتصوروش قد إيه النعمة اللي أنا حاساها. يعني إن الواحد ينتقل من إنه يكون مجرد عبد إلى أن يصير ابن الله، يعني بنعمة بتمنى كل إنسان في الدنيا إنه يحسها، وبتمنى المسلمين يعني الهدف مش ان الواحد يترك الاسلام او يتبع الدين المسيحي كدين، لان الله مش دين، الهدف هو ان الانسان يحس بنعمه الاله الحقيقي المحب لصانعي السلام. طيب اخت ساره، اخت ساره انا شايف تتكلمي مصري كثير، وانا أريد فقط لبعض المشككين، هل ممكن نتكلم بالمغربي؟ لا بأس عليك. لا بأس، أنا درت معك بالمغربية ولا فهميت شي واحد. فقط حتى نثبت للناس أنك مغربية، لأن الكثير تعرفي يشكون في كل شيء. أنا مغربية يعني نهدرت باللهجة يمكن مصرية، لأن الغالبية تفهمها، الناس يفهموني. صح. كلمة أخيرة للفتيات المسلمات اللي في سنك ومثلك، وربما يمروا من كل الظروف اللي مريت منها. بصراحة أنا عندي رسالة للعالم الإسلامي وشباب المسلمين. تفضلي. والمرأة خصوصا اللي بكل محبة بخاطب فيها أمي وأختي وابناتي، بقول لهم فتشوا الكتب، افتحوا الإنجيل وقارنوا بين كلام الله المحب لصانعي السلام، الإله اللي حيعطيكم سلطان، الذي يعطي سلطان للذين يؤمنون به أن يصيروا أولاد الله، قارنوا بين الكلام ده وما بين التعاليم التي لا تؤدي إلا إلى الهلاك ودمار البشرية، تعاليم التي من المستحيل أن تكون نابعة إلا من عدو السلام. وبقول لهم لو منعوكم من فتح الإنجيل اسألوهم ليه؟ ليه؟ مش ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه وعشان نقارن؟ خلونا نقارن، لو احنا ارتحنا في الإسلام هنفضل في الإسلام. يعني أشكرك أختي، هذه هي رسالتي، ويعني وأتمنى صلاتي من أجل جميع المسلمين، وأتمنى أن الرب يفتح عقولهم وقلوبهم. أمين أمين. أشكرك أختي سارة على هذا المشاركة الحلوة، ونتمنى نسمعك كمان مرة في الحلقات القادمة. أمين. رب يباركك أخويا رشيد، وسلامي لضيفك أحمد وجميع القائمين على القناة. رب يبارك. أشكرك. طيب أخويا أحمد، إيه تعليقك باختصار حتى نمر للشهادة الثانية؟ إحنا عندنا الكثير والمزيد. نشكر ربنا. اللي عايز أقوله لك إن الرب صالح وكلمته بتوصل لكل مكان. أختنا الرب دعاها في الوقت اللي هو شافه مناسب ليها، خلاها تخش البالتوك، خلاها تفكر، خلاها تعرف، خلاها تتفرج على البرامج بتاع قناة الحياة، ومنها
حط في قلبها أنها تسأل لأنها بتدور على حياتها الأبدية، وأنا بشجع فيها أنها ما خفتش ودورت. صح. مع العلم أن كأنثى في مسلمة بتتعرض لمشاكل كتير، لكن الرب معاها. والبشارة ليك يا أختي، الرب قال آمن تخلص أنت وأهل بيتك. أمين. فمبروك عليك، خلاص أهل بيتك مقدمة. طيب نذكر مشاهدينا بالسؤال اللي عنا، هل تعتقد أن المسيحيين من خلفية إسلامية سيكون لهم تأثير كبير في العالم الإسلامي؟ من فضلكم جاوبونا واعطونا آراءكم حتى نعرف. البعض يعتقد نعم سيكون للمسيحيين من خلفية إسلامية دور كبير في قلب مفاهيم العالم الإسلامي، لأنه يعرفوا الإسلام، يعرفوا المجتمع، ويعرفوا كل أسرار الديانة الإسلامية. البعض يعتقد أنه ما لهمش دور كبير. في برنامج سؤال جريء جبنا ناس كتير لحد الآن، يمكن لحد 20 شخص أو تقريبا في هذا الإطار، وكلهم وجوه جديدة، وسمعنا اختبارات عجيبة كيف تعامل معهم الرب. فشاركونا بآرائكم، ولو كنت مختبر الرب من خلفية إسلامية اكتب لنا، ابعث رقم 7 حتى نعرف الأعداد ونحاول نفهم ماذا يحصل بالضبط في العالم الإسلامي. طيب ناخد اختبار الأول اللي كنا مجهزينه لهذه الحلقة، هو اختبار الأخ سامر. نشوف أول مقطع منه، بعد ذلك حيكون معنا الأخ سامر على الهاتف حتى يعلق على اختباره بنفسه. أنا بشكر الرب يسوع المسيح لأنه من 7 سنوات غير لي حياتي. أنا عشت بمخيم للفلسطينيين بشمال لبنان اسمه نهر البارد، وهنيك لقيت بعائلة مسلمة، وهنيك تربيت كإنسان مسلم عادي، كانوا أهلي مش متشددين إسلاميا، وهنيك تحبيت يعني كوني كإنسان مسلم حبيت بالمستقبل أصير شيخ، وانضميت لمجموعة اسم الوهابيين أي السلفية، وتغيرت حياتي هنيك. بس انضميت لإلهم، تعلمت بالمعهد تبعهم 5 سنوات، صرت مربي لحية لابس عباية، وصارت أفكاري كإنسان مسلم كتير متشددة. يعني حفظت النص القرآن تقريبا عن غيب، صار عقائد ضد المسيحية، صار عندي حقد كتير. يعني تعرف كنت عايش بالمخيم وحقد كتير للفلسطيني، لليهود، للمسيحيين. صارت عندي تفكير انه لازم العالم المسيحي واليهود اذا ما امن بمحمد لازم يموتوا، لانه محمد بيقول قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. صرت كتير يعني اذا بدي ارجع لورا حياتي القديمة، حقيقة كانت حياتي جحيم وتعتير، وكنت هيك منغلق لحالي، يعني بس أمارس طقوس، أصوم رمضان، أفوت على الجامعة، أقرأ قرآن. يعني شو في إشياء واجبات كنت دائما أعملها لأنه فكر أنه هيك برضى الله، وبعدين ما بعرف حالي إذا بطلع على السماء أو بنزل على جهنم. كان عندي كتير خوف من جهنم، لأنه قد ما كان يخبرونا بجهنم في جحيم وعذابات وبيغلوا النار وبيغلوا المي وبينزلونا تحت القبر. يعني كانت حياتي كتير، كنت متشدد إسلاميا، كنت متعصب إسلاميا. بيوم من الأيام تعرفت على شخص مسيحي. طبعا أنا ما كنت بحب أتعرف على ناس مسيحيين، بعتبر أنه هني كفار، وكنت حابة أقتلهم. يعني بتذكر كنت إذا بروح على منطقة مسيحية وفي ورقة نعوي عليها صليب أو في تمثال لأي قديس أو لمريم العذراء كنت أكسره أو أي صليب وأدعسه بإجري، لأن كان هيدا عندي الحقد كتير غريب لهالدرجة. وكان عندي كمان حقد حابب أروح على فلسطين وأفجر نفسي وأقتل اليهود. كان كتير أتمنى، كان قلبي شر وحقد وفساد. تعرفت على هذا الشخص وقدرت حصلت على إنجيل. حصلت على إنجيل لأنه دعاني على احتفال مسيحي، بس أنا ما أعرف أنه هذا الاحتفال مسيحي. ورحت على الاحتفال وهنيك تفاجأت أنه طلع احتفال مسيحي. أم قالوا لي بلش يخبروني عن الرب يسوع المسيح، وأنا بلشت أخبرن عن محمد وقالوا أنه الإنجيل محرف. في شخص قدم لي إنجيل، أنا رفضت أخذ هذا الإنجيل، قلت له هيدا محرف. كان عندي خوف أخذ الإنجيل، كنت خايف بحياتي مش مسك الإنجيل ولا فاتح الإنجيل. طيب أخ سامر أهلا بيك.
مساء الخير، اهلا فيك اخ رشيد، ومساء الخير اخ احمد. اهلا فيك اخ سامر، ربي يباركك. انا مبسوط من الفيديو اللي اعطيت فيه اختبارك اخي الحبيب، انت شجاع وربنا يباركك. اكيد، لانه انا عايش اخ رشيد لحتى اشهد. طيب امين امين. طيب كيف تعلق على الفتره الاولى من حياتك اللي كنت فيها مسلم؟ اكيد تعرف اخ رشيد، يعني كنت عايش، يعني ما كان في حياه حقيقه، يعني اذا بقارن هذه الحياه اللي هلا عايشها انا والحياه اللي قبل، يعني قبل كان شرائع ونواميس وكل يوم صلوات ولازم توعى الساعه 4 صباحا، تروح، كنت انا مقدم بالجامع، تفتح الجامع، يعني نواميس وحياه صعبه واهلي كفار ومشاكل مع اهلي، لازم امي تغطي وجهها، يعني كل حياه نواميس وشرائع وتدين، وعم خبرك شيء تدين على الفاضي، يعني من جوا ما في شيء، تدين بس هيك سطحي، تدين سطحي، يعني ما في عمق. طيب انا اطلب من المخرج لو جهز الصوره تبعت الاخ سامر من قبل لما كان مسلم، يعني الواحد لما شفت صورتك ايام زمان وشفت صورتك الان، يعني مش عارف انا ازاي توصف حالك، يعني لما كنت مربي دقن وبتحاول ترضي ربنا من خلال الطقوس وكل هذه الاشياء، ازاي بتتذكر هذه الامور الان؟ نشكر الرب انه الرب حررني. شو اخ رشيد بتطلع بالعيون فكنه في شيطان بقلب العيون، يعني عن جد حقيقة حقد من مبين من عيوني، لكن شكرا للرب. يعني هيدا انا كنت مربي لحيه وكنت لابس عبايه، هيدا انه مثل محمد هيك كان مربي لحيه انه عصمني، بس شوف كانه شيطان بقلب عيوني، يعني شوف الحقد، شوف الصورة بوجهي، لكن نشكر الرب صار عندي فرح، صار عندي سلام، بلشت بالمسيح. امين. طيب اخوي احمد، هل عندك سؤال اخوي سامر حتى يكون النقاش مجتمعي هيك؟ امين امين. اخوي سامر، من خلال تجربتك الشخصية تقدر تقول لنا ايه اللي بيمنع المسلمين من الاحتكاك بالمسيحيين، يعني التصادق معهم او حتى الحوار المتمدن معهم؟ اللي بيمنع الحوار او يمنع، خليني خبرك شيء، في يعني احنا بنعرف انه في اسلام اللي هن يعني في عالم اسلام متشددين، يعني هن بيعرفوا القران وبيعرفوا احاديث محمد، واسلام يعني سطحيين، يعني خلقوا بعين المسلمين بس ما بيعرفوا شيء. اللي بيمنع المسلمين المتشددين انه حوار او يحكوا مع المسيحيين هو حقيقه لانه المسيحيين عندهم الحق، يعني الـ 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 الاسلام اذا بتقرا بالقران ما في، يعني ما يعني سوري فضايح، شو ما حب بده يروح يقول خذ شو فضايحي، يعني فضايح، يعني يمكن هيدي القمه الذكريه عم بتيرها باذاعه الحياه، قصه زيد وقت ما تاخر هو وعائشة، وفي كثير فضائح، قصه القران وقت ما البقر والحمير والمعزايه طيب. طيب اخي سامر احنا ما نريد، يعني كل كلام لازم يكون موثق، يعني كل كلمه محسوبه علينا في هذا البرنامج، احنا طيب كل كلمه لازم تكون موثقه، يعني لا نقبل كلام من سامحني يعني اخوي سامر، انت اخويا، لكن بالرغم من هيك في اشياء لازم نلتزم بها. طيب بالنسبه لقصد اخوي احمد للسؤال، طيب ازاي كتجربتك ليه ما كنتش لما اختلطت اول مره بالمسيحيين او رحت عند المسيحيين حسيت انك نافر منهم او شيء هيك؟ وحنشوف بقيه الفيديوهات، ليه هذا النفور من المسيحيين ما بين المسلمين والمسيحيين بالضبط كده؟ ليه هذا النفور؟ لانه انا كان عندي شيء مغطى عيوني انه انا الحق، انه هني غلط، يعني كانوا يقدموا لي خضيره الانجيل، كنت اقول لهم لا ما بدي، هذا انجيل محرف،
يعني انا هيك ربيت، هيك اتعلمت انه هذا الانجيل محرف. الشيء يعني للاسف يعني انا بين حالي بهذيك الوقت انه كان يقولوا شيء المسلمين، ما كنت اسال اسئله عليه. طب بيقولوا له محرف، طب لازم انا كان هذا الوقت اسال مين حرفه وانت تحرفه؟ ليش اذا هو محرف ليش ممنوع اقرا هذا الكتاب؟ لانه هيك ربونا وهيك علمونا وممنوع نسال ولا سؤال، خلص هيك بيقول الشيخ لازم تصدق. طيب والحقد يعني اللي كان عندي للمسيحيين حقيقه هو من خلال القران اخ رشيد. طيب والشيء اللي طيب اخي سامر، بدك شيء موسع اخي سامر، نشوف المقطع نشوف المقطع الثاني من اختبارك وشهادتك للرب يسوع، وحرجع معاك لسؤال ثاني. ثاني يوم الرب رتب ورحت على هذا الاجتماع لحتى اعرف شو هول بيحكوا ومن هن هول الجماعه. كان في وعظ عم بيحكي عن المسيح، وطبعا غريب يعني انا عندي فكرة المسيحية بيسكروا وبيزنوا وبيلبسوا قصير، كل شيء عندهم حرية، ولكن هيدا الوعظ عم بيحكي اذا انت بتعمل هيك وما امنت بالمسيح رايح على جهنم، لازم تتوب. تفاجأت بالوعظة، كان الوعظة غريبة علي، كان الترانيم الاجتماع كله كان غريب. أم قال الوعظ اللي اليوم بتحب تسلم حياتك المسيح تقدم لقدام. حقيقة هن عن العالم عم بتقربوا لقدام، بتقولوا لصديقي شو يعني تعطي حياتك المسيح؟ شو يعني تطلب الرب؟ هل الرب بده يجي لعندك؟ قال لي لا، بس بتحب تصلي وتآمن بالمسيح. هل أنت بتحب تصلي؟ تقول له لا أنا ما بدي أصلي. بلش العالم يتقدم لقدام. كان في سؤال يحيرني، ليش هول الجماعة كلهم جايين عم بيسلموا علي وبيحبوني وانا بكرههم؟ ليش هالجماعه رافعين ايديهم وعم بيصلوا وعم بيعبدوا الله وانا اللي عندي الحق دائما مكشر وهيك بقلبي حقد وبعبد الله اللي بقول عنه الله الحقيقي مش مثل هالجماعه اللي عندهم سلام مبين في سلام؟ صديقي مشي لقدام، انا مشيت وراه بس انا مش جاي اصلي. وقال لي الواعظ خلينا نصلي انا وياك، رد وراي هالكلمات. وانا طلعت يعني خجلت، انا قلت كيف بدي اصلي؟ بلشت اطلع بالارض وقال لي لا لا ما بدنا نتوضا ولا بدنا نعمل شيء، بس رد وراي هالكلمات. متعود انه كيف بتوضوا بيصلوا، ما بعرف كيف بيصلوا. حقيقه كنت مثل يعني مبهور بهذا الشيء، يعني اول مره بعمل، اول مره بحضر اجتماع. غمضت عيوني، قال لي قول يا رب يسوع ادخل على قلبي. بس قال لي هالكلمة فتحت عيوني، قلت له ما بقدر أقول هيدي الكلمة. حاولت عدة مرات أخ دانيال أقول هيدي الكلمة ما عم بقدر، وبتذكر في آية بالإنجيل بتقول لا يستطيع أحد يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. كان في شيء مكبلني ما عم بقدر هيدي الآية، الحقد والكره والعشرين سنة اللي عشتهم بالإسلام كان في شيء مسكني، كان في روح مسكتني حقيقة. ربطة. بعدين هو حط ايده على راسي وبلش يصلي لي، هو عم بيصلي لي يا رب يسوع تعال قلبه غير حياته. انا كنت انزعج، الروح اللي فيني كانت تنزعج، وهو عم بيصلي لي انا بلشت اقرا ايات من القران لحتى يروح هيدا شو عم بيعمل لي هيدا السحر، لحتى يروح هيدا الشيء. بعد ما خلصت قال لي خلينا نرجع نصلي. وعن جد كان قوه، كان حضور الرب مالي المكان وقتها، وامام حضور الرب ما حدا بيقدر يوقف، ولا أمين. اي ديانه ولا اي روح محمديه ما حدا بيقدر يوقف مثل الرب. بعدين ما بعرف كيف صليت هيدي الصلاه، قلت له يا رب يسوع ادخل قلبي غير لي حياتي. بس صليت هيدي الصلاه يعني قبل ما فكرت بالاسلام ولا بالمسيحيه، صليت دموعي بلشت تنزل وحسيت مثل هيك شيء ثلج مسقعه، هيدا الروح القدس، حسيت هيك شيء مسقع. بس حسيت هيك شيء يعني بردت شوي. اجى صديقي غمرني وقال لي مبروك. قلت له شو يعني مبروك؟ قال لي بعدين بتعرف انا بعرف بيقولوا، انا مش عارف شو عملت، بعرف بيقولوا مبروك اذا واحد اتجوز او عمل شيء. بعدين قالوا لي هيدا انجيل هديه، وبلش يقرا من انجيل يوحنا. اخذت الانجيل مبسوط هيك فيه، بدي يعني مثل كنز واحد عم بيبحث عليه 20 سنة أول مرة بحصل عليه، ما بأمن فيه بس أول مرة بحصل عليه بدي أعرف شو بيحكي الإنجيل. رحت على البيت
بس قبل ما اروح على البيت الاخوه بلش يطلع بعض يقولوا هللويا هللويا. انا قلت شو هيدي هللويا؟ شو لغز هيدي؟ ما كنت بعرف شيء. طيب مشاهدينا النتائج الاس ام اس لحد الان 98% يقولون نعم نعتقد انه المسيحيون من خلفيه اسلاميه سيكون لهم تاثير كبير، و2% يقولوا لا يعني ليس لهم ولا نعتقد انه سيكون لهم تاثير. طيب احنا نتمنى انه تشاركونا وتزيدوا في مشاركتكم، كنتم مسلمين ولا مسيحيين وما لكمش دين، هذا لا يهم، المهم اننا نشارك حتى نعرف ارائكم في هذا الامر. وبالنسبة للرقم 7 نطلب من كل واحد كان مسلم في يوم من الأيام وقبل يسوع المسيح بعد ذلك يبعث لنا رقم 7 حتى نعرف بالضبط، لأنه كتير بالسر أناس أمنوا بالمسيح وما نعرفش وين هم ولا كيف يفكروا وما كانش طريقة للتواصل معهم. نطلب تتواصلوا معنا على الأقل ابعثوا رقم 7. أخوي سامر أعتقد لازلت معي على الهاتف، وأنا ضحكت كثير لأنك كثير أشياء قمت بها كمسلم. أولا إزاي صليت مع قسيس كافر؟ يعني رحت لكنيسة وقسيس كافر وصليت معاه وقلت يا رب يسوع أدخل إلى حياتي. هل فكرت، أسمعك أخي سامر، هل فكرت في العمل اللي قمت به ولا ما فكرتش؟ ألو أخي سامر هل تسمعني؟ في صدى صوت. ألو أخ رشيد تسمعني؟ أنا بسمعك أخي سامر، لو تسمعني رد علي. الأخ سامر في مكان يصعب الاتصال فيه. أنا هعيد السؤال. أول شيء أنت ذهبت عند قسيس في عرفك كمسلم هو كافر، صليت معه صلاة كافرة، يعني قلت يا رب يسوع ادخل على حياتي. بالأول قومت، بالثاني قبلت، ليه قبلت؟ أنا أخ رشيد يعني وقت ما قال لي تعال نصلي ثاني مرة يعني شيء حسيت فيه براسي اللي شكله كنت فيه أفكر فيه الإسلام المسيحية والكفار، ما بعرف في شيء براسي الدغري قلت له ايه يعني مثل اللي خجلت انا قلت له اوكي بصلي، بس بعدين مره ثانيه بس قال لي انه قول يا رب يسوع ادخل عندك، ما قبلت عده مرات بس بعدين هيك شيء فتح وقلت يا رب يسوع ادخل عقلبي، يعني الكلمات اللي كان هو عم بيقول لي رددهم وراي كنت انا ارددهم، بس انا حقيقه من جوا ما كنت افكر شيء بالمسيحيه ولا بالاسلام، بس صلاه بس ما بعرف حالي شو عملت، بس صليت مثل ما انا حكيت شعرت شيء هيك مفقع وعيوني بلشت دمع وصديقي قال لي مبروك وانا ما اعرف شو حدا عملت. طيب واخي احمد يعني لو يا ريت لو عندك اي سؤال حتى انا الحقيقه يعني مبهور باللي هو عمله، ان هو راح الكنيسه بيتكلم مع قسيس يعني يقول انما المشركون نجس، جبت منين الطاقه انك تروح وتكلم قسيس وتخليه يصلي معاك والكلام ده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده وايه اللي دفعك انك تقوم بالخطوه دي؟ انا رحت ما كنت عارف اول شيء انه هذا احتفال مسيحي حقيقه، يعني صديقي كان ذكي شوي قال لي في اصحاب حابين يتعرفوا عليك في احتفال، انا ما مش عارف انه هذا احتفال مسيحي ورحت باللباس الشرعي، بس انا تفاجات هوني كان في ايه مكتوبه على المنصه. اعتقد في مشكله في الصوت، يا ريت نعيد الاتصال باخونا سامر، انا اعتقد انه هناك مشكله كبيره في الصوت ونعذره اخونا سامر يعني في منطقه يصعب الاتصال بها، بنحاول قدر الامكان حتى نتابع شهادته الحلوه والرائعه. ناخذ بعض المكالمات. اتفضل. اخوي احمد اتفضل. طيب ناخذ اخت ايمان من المانيا، اهلا بيكي. اهلا بيك اخ رشيد. اهلا انا مبسوط بيكي. يا انا وحتى انا دول ما تقرأت ليك وما تسألني في حد بأني من هدار معك. إيه مغرب الأخت مغربية هدار معك الأخت مغربية
مغربية. معلش يا أخ أحمد استحمل اليوم المغاربة يعني حيجوك من كل الصدى يشرفون ونورون. أمين تفضلي. أنا أمنت بالمسيح وذلك كان صدفة، كنت في حالة مرض. نعم. وكنت يعني كنت في ضعف شديد وفي حالة وحدة، يعني ما كنتش اللي معايا في الدار وداك الشيء، كنت في حالة وحل، ما كنتش باقي ما تقبل شي حاجة، يعني كنت أي حاجة. يا ريت بالفصحى، يا ريت بالفصحى شوية أو بالمصرية حتى الراجل الغلبان اللي جنبي يفهم شوية. أوكي أوكي. اللي بقى رجعوا. طيب. ما في مية في بدايتي. نعم. وما بديتش أدرى، حسيت بضعف شديد. نعم. وبعدها بجديد أطلب ربنا وأقول له يا ربي أنا بستعين بك يا رب، أنا بستعين بك يا رب، أنا بستعين بك، لحد حسيت بغيبوبة. أمين. ما عارفه ألف مرة ولا كتير، أنا ما بقيتش فاكرة. في اللحظة اللي حسيت بغيبوبة قال المرح، أنا شفته وحط إيده على جبهتي وابتسم. شفتي حقيقة؟ شفتي حقيقة أم حلم؟ أم والله العظيم لا لا لا، من غير حلف، من غير المسيح يوصينا بعدم الحلف، وإحنا كمؤمنين بعرف في البدايات بتكون صعبة لأنه متعودين نحلف في الإسلام من غير حلفين، بس أنا مصدقك، أنا مصدقك بس لأجل المشاهدين. وشفته واضح، شفته على شكل واضح، يعني ما فيش. ألو تفضلي، أنا سامعك. ألو سامعك أختي. أوكي. أنا شفت واضح، وبعدها أنا قمت الصبح أقول لجوزي أنا شفت المسيح، أنا شفت المسيح، ابتسم وقال لي ده كويس. قمت كأني ما فيش حاجة، باكل ما برجعش وفي صحة كويسة كأني ما فيش حاجة. وبعدها أنا في مرة باخد الموت كنترول، رينوفاتيس، بس الجهاز التحكم، جهاز تحكم. نعم. بخدم بشعل التلفاز الاقي ابونا زكريا، وده كان من فضل عليا، لقيته بيتكلم عن محمد وعن التيل، وبديت اتفرج كده اتفرج وبديت استوعب ايه ده، لاول مره انا بسمع واحد بيتكلم عن التيل في التلفاز. ده بالنسبة لي كان مفاجأة. وبعدين ابتديت أعرف 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 حتى عرفت أن الإسلام ده أنا بسميه الدين المدلل. تعرفني أسميه الدين المدلل؟ ما مش عارف. أنه عايز يتدلل من العالم كله ومش عايز يقبل أي ديانة. عايز الناس يدللوه كلهم وهو ما يدللش حد. نعم. وبعدين يا أخ رشيد أنا عايزة أقول لك حاجة، أنا كنت بتعصب وكنت إنسانة حقودة، وكنت اللي بيكرهني أكرهه، وكنت في الطبع أنا بنتقم من اللي بينتقم بيعمل لي حاجة وحشة، لازم أنتقم منه. بس لما عرفت المسيح أصبحت إنسانة متسامحة قوي وبحب الناس قوي، ولو حد عملني وحش أعمله كويس. أمين. وده المفروض، وده التغيير اللي لازم يوقع في كل حياة مسلم عارف المسيح. احنا ما بندعوش الناس لتغيير دين أو لتغيير طقوس أو لأي شيء، لتغيير حقيقي يبدأ من القلب. طيب أشكرك أختي إيمان، أشكرك حتى نعطي فرصة أخرى. أنا كتير فرحان بشهادتك شوية مرتبك لأني فرحان. معلش معلش. وعايزة أقول كلمة لأبونا زكريا الله يخليك، أقول له ده أنت سيف بلسانك، ده أنت سيف بلسانك تدخل القلب تزرع فيه المحبة وتريحه. أمين أمين أشكرك ونخليك وربي يباركك. ربي يباركك أختي. أخوي أحمد، يعني إحنا في يعني الواحد متعجب، يعني في أشياء تحصل معجزات ولا الواحد توقعها ولا الواحد كان يفكر فيها. بص ده دي حلاوة ربنا، هو قال لنا وإحنا مفهمناش، هو قال لنا إنه أفكاره ليست كأفكارنا وطرقه ليست كطرقنا، وإحنا برضو غلظنا الرقبة وغلظنا القلوب، لكن شفناه بيسكب روحه على الشعب العربي كله.
بيسكب روحه، بيظهر في ظهورات، بيعمل معجزات شفاء، بيطلع في رؤى وأحلام. قرى كاملة بتأتي للمسيح بحلم ورؤية واحدة. الرب بيتفقد شعبه. ويا سيدي أنا مش عايز أفهم اللغة المغربية، يا رب كل المغرب العربي يا رب، المغرب والجزائر وتونس وليبيا يا رب، ايتي بيهم يا رب، هات بيهم وخلينا نسمع اختباراتهم. مش لازم أفهم اللغة بس بالروح هنعرف ونعلمك المغربي غصبا عنك وخسي رشيد. يا رب يا رب يا رب المغرب العربي كله يجي لنور المسيح. ودي أخبار حلوة وسعيدة، ربي يبارككم. أمين. خلينا ناخد مكالمة من المملكة العربية السعودية. السيد عبد عبد الرحمن سامحني، تفضل. السلام عليكم. سلام لك يا أخي الحبيب. فيما يتعلق بالإخوان يعني متحولين إلى دين آخر، نعم طبعا هناك من يشكك في هذا المسألة، عذرا منك أخي، فضل. هناك من يشكك في مصداقية هذا الأمر، لا سيما وأن الأسماء تكون يعني أحادية، لا تكون يعني أسماء ثلاثية، ولا سيما أن الكاميرا لا تنتقل إلى بيوت هؤلاء والتغيرات التي حدثت في حياتهم في أوطانهم. هناك شك في مصداقية. دعنا منها. خليني نعلق على هالجزئية البسيطة وأعطيك فرصة تكمل التعليق تبعك. ممكن؟ أخوي عبد الرحمن عندك تعليق على الاسم؟ أولاً كثير من الأخوة اللي بيطلعوا بنغير أسماءهم، مش بس نعم. مش بس ما نحط الاسم الأولاني، أحيانا نعطيهم أسماء مستعارة خوفا على حياتهم، إلا حالات قليلة. مثلا أخ أحمد اسمه الأصلي أخ أحمد، أخ رشيد اسمه الأصلي أخ رشيد، ما نحبش، لأنه أيضا جزء من عائلاتنا لازال مسلم وممكن نسبب له مشاكل بسبب تحولنا. هذا جزء. وممكن في بعض منهم بيكون مثلا لو كان في المملكة العربية السعودية وعرفته الأجهزة الأمنية حيعتقلوه تاني يوم يعني، أو بعدها بساعة مباشرة. فهناك الجزء الأمني يعني لازم تعذرنا لأجل هذا الأمر. الجزء الثاني نفس الشيء، الكاميرا لا يمكن أن تنتقل إلى وطن الشخص خصوصا في البلدان الإسلامية، وأنت أدرى بهذا الأمر. هل عندك دليل آخر تشك به؟ الناس يعني ده العدد أكبر من أن يشك فيه، يعني لما يصير ما هو واحد ما هو اثنين ما هو ثلاثة، يعني العدد صار أكبر مما يشك فيه. تفضل. عندي دليل آخر إذا سمحت. تفضل. أنت قلت الإسلام وما يترتب عليه من إشكالات أمنية، صح؟ فما بالك بالذي يظهر وجهه؟ أليس الوجه أخطر من الإسلام؟ يعني الاسم قد تجد اسم ثلاثي متشابه بالعشرات الاسماء لا سيما في الدول العربيه، لكن حينما يظهر انسان بوجهه هذا يعرضه للخطر اكثر، يعني من منطلق طرحك اخي الفقير. انا اولا ساقول شيئا، يعني هناك الان قراءات جديده اسلاميه تؤمن بحريه الانسان. ممتاز. وانا اقول بصراحه هذا جزء من الحريه الشخصيه، وهم أحرار 100%. وأنا أحذر أي إنسان أن يمس هؤلاء بسوء. طيب ممتاز. هم أحرار، نعم، وهذا أبسط يعني شيء نترك للإنسان يختار عقيدة الإنسان. لكن هو طرح ما يتفقش معك عليه الإسلام في نصوصه. ليس الإسلام شيئا واحد أخي رشيد. أخي رشيد. طيب تفضل. تسمعني؟ أنا أسمعك جيدا. تسمعني أخي؟ أسمعك جيدا أخوي عبد الرحمن، يعني تفضل. أنا أقول لك شيئا، يعني الإسلام ليس شيئا واحدا. لو قرأت النحل والملل للشهر الثاني، الملل والنحل، نعم، لا تعجبت من الاختلافات. معي يا أخي رشيد؟ أنا أسمعك. يعني هناك اختلافات مهولة، يعني هناك مدارس إسلامية بين اختلافات كبيرة. هذه الروايات التي تأتون بها من القرطبي ومن صحيح البخاري وصحيح مسلم طبعا لها تقديرها، لكن هناك من لا يعني يرى شيئا من المسلمين. صح. هناك من لا يرى شيئا. صح. هناك الآن باحثين جدد بدأوا يعيدون النظر في مسألة مثلا حكم الردة.
وهم معروفين ويظهرون في الفضائيات. وإحنا متابعينهم عن قرب وعارفينهم، لكن أمامهم عقبات كبيرة جدا، يعني لأن التاريخ الإسلامي بنصوصه وبتطبيقاته يقف أمام هذه التفسيرات الجديدة. إحنا ياريت المسلمين يطلعوا بإسلام أكثر تحرر وأكثر، لكن المشكلة أنه الإسلام ليس هذا، هذه محاولة تجميل وجه الإسلام. أما الإسلام الحقيقي هو إسلام محمد، إسلام الصحابة، إسلام التابعين من بعدهم. أخي رشيد، نعم، سأقول لك شيء إذا سمحت لي. تفضل. نحن نحتاج لأجواء منحرية أكثر لكي يظهر شيئا غير الذي تقول. هناك أجواء غير حرة جعلت يعني الإسلام ينتقد من الآخرين. الإسلام نصوص يا أخي رشيد في النهاية، معي ولا لا؟ أنا معاك، الإسلام نصوص، نص مقدس. هذا النص تختلف الاجتهادات فيه. عندما يكون هناك جو من الحرية أخي ستقول شيئا آخر. أنا أريد أن أرد على الأخت سارة من المغرب التي تحولت، نعم، فيما يتعلق بالآيات المرتبطة بالقتال في ظروف الدفاع عن النفس، لا سيما وأن محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى البدني في مكة المكرمة وهجر إلى المدينة المنورة، وحينما ذهب المدينة لم يتركوه، طارده من مكة. فأبسط شيء أنه يصوغ لأصحابه حمل السيف دفاعا عن النفس، وكان أعظم الفرسان عند محمد هم الرق الذين تحرروا مع محمد. طيب وكانوا يريدون الدفاع عن أنفسهم. طيب أكثر من ذلك. أشكرك أخوي عبد الرحمن، أعطينا صغيرة حتى لا أطيل. نعم، نقطة صغيرة سمعت. طيب أنا أعطيك نقطة صغيرة. طيب تفضل. هناك تركيز من قبلكم أنتم المسيحيون الجدد على الإنجيل، وكأن ليس لديكم كتاب تؤمنون به والتوراة، وهو مليء بآيات السيف التوراة ومليء بآيات القتال، وهو كتاب العهد القديم. فهل أنتم يعني عندكم نوع من التردد من الإعلان أن التوراة أيضا كتابكم، وأيضا إظهار الآيات فيها نزعة قتالية في التلفاز؟ أرجو ذلك. شكرا لكم. أشكرك أخوي عبد الرحمن. طيب رد بسيط من أخوي أحمد، نقطتين أساسيتين. أنه الآيات القتال اللي ذكرت الأخت سارة وغيرها الموجودة في القرآن هي للدفاع فقط. والشيء الثاني، هل نخجل من نصوص العهد القديم اللي فيها قتال يرونه مماثلا للقرآن؟ عظيم جدا. بالنسبة لآيات القتال اللي هو الأخ تفضل وقال عنها أنها آيات للدفاع، خلينا نرمي الآيات دي كلها وناخد آية واحدة بس، مش هنتكلم في غيرها. في سورة محمد، تمام، والآية 35. طيب. وبتقول إيه؟ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. طيب شو معناها؟ يعني ما تبقاش ضعيف وتحاول أن تسالم الناس وإنت لك اليد العليا وعندك القوة العسكرية والسياسية. إذن هل هذا دين مسالمة وهل دي الدعوة للمسالمة؟ ده مش ممكن أبدا. فاللي هو قاله أن الموضوع للدفاع عن النفس فقط كان في الفترة المكية، وحتى ما كانش حتى بيدعو فيها للدفاع عن النفس، كان بيدعو فيها للفصح والغفران. أول ما جاله السيف والمال والعتاد بدأ، وطبعا سورة براءة اللي هي سورة التوبة دي سورة مدنية، ومعظم العلماء قالوا أن هي آخر سورة تم إنزالها على محمد، وكلها آيات قتل، وكل آيات القتل التي فيها نسخت كل آيات السلم والدفاع مما قبلها. أما بالنسبة للتوراة والكتاب المقدس، فلما نبص هنلاقي أن في التوراة أي تاريخ حرب أو حديث عنف هو مذكرة تاريخية لموقعة قد حدثت أو معلومة قد حدثت، وليس أمر دائم بالقتل. في حاجة اسمها أمر إلهي، وفي حاجة اسمها توجه بشري. يعني مثلا ربنا ما أرادش لليهود أن هم يكون لهم ملوك، هم أرادوا أن يكون لهم ملوك. فمن هنا بنبتدي نشوف إيه التدخل البشري وإيه الأمر الإلهي. فالكتاب المقدس بيقدم وجهة النظر التاريخية. خليني أعدل أخوي عبد الرحمن، وده أنا نص قدامي، يعني كان في صحيح البخاري في كتاب التفسير باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللي هي في آل عمران 110، قال خير الناس للناس،
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. هذا في صحيح البخاري. وقال أيضا في سنن النساء نفس الحديث مروي بصيغة أخرى: نحن خير الناس نجيء بهم الأغلال في أعناقهم فندخلهم في الإسلام. هل تعتقد ده مسألة سلمية، يعني نجر الناس وحط لها سلاسل؟ وهذا يذكرني أخويا بالمرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، واحد من المشاهدين بعت رسالة يقول أنه أنتوا بتستشهدوا بأحاديث ضعيفة في مسألة شتم محمد. نعم قتل بعض الناس، لكن الروايات دي مشكوك في صحتها. نحب نرد عليه تعليق بسيط. طب قبل ما نرد على الروايات، نبص للأخ ده ونقول له إيه رأيك في اللي حدث بعد الصور اللي طلعت في الدنمارك؟ هل كل الناس اللي نشلهم بيتظاهروا وبيحرقوا الأعلام وبيطالبوا بالمقاطعة وبيحاولوا قتل رسامي كاريكاتير دول كلهم مغالين في الدين؟ هل قرأت كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول على شاكم الرسول؟ وبعدين نبص كده للتاريخ الإسلام نفسه، ونبص في السيرة النبوية، ونبص في كتاب المغازي، كتاب المغازي للواقدي، ونشوف كده أن معظم الناس التي صارت لهم سرايا لقتلهم كانوا لسبهم للرسول. منهم سرية قتل عصماء بنت مروان، قتلها عمير ابن عدي ابن خرشة ابن أمية الخطمي، وسرية قتل أبي عفك وهو رجل مسن 120 سنة واتحط السيف في كبده لغاية ما دخل في الفراش، سرية قتل ابن الأشرف عن طريق الخيانة وأخوه من الرداع، وسرية قتل أم قرفة، يعني أخوه اللي ذهب قتله، لا أقصد أنه أخو محمد. يعني سرية قتل أم قرفة واتقتلت قتل عنيفة، وضعت بين جمالين واتقتلت نصين، غير من أمر الرسول أمر مباشر أن يقتلوا حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة. هتتعجب أخوي أحمد أنه محمد لم يأمر بقتل شاتمين، نسيب شاتمين يمكن أخطأوا في حقه، أمر بقتلهم. ده حتى اللي تخلف عن الصلاة، صلاة واحدة يعني ما جاش لبضع صلوات في صلاة العشاء، وهذا موجود في صحيح البخاري كتاب الخصومات، وأيضا في صحيح البخاري كتاب الآذان باب وجوب صلاة الجماعة. اسمع دي: والذي بنفسي، أن محمد يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، يعني واحد تاني يقوم يأم الناس وأنا أمشي، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. السبب أنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. محمد كان للأسف وأقولها للأسف، محمد كان عنده القتل زي شرب المية، يعني ممكن يقتل واحد لأي شخص، وهذا موجود، وأعطيكم المرجع لكل من يريد أن يبحث، موجود في صحيح مسلم أيضا كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. أيضا اللي ذكرناه موجود في كتاب المغازي للواقدي الجزء الأول، موجود أيضا في الجزء الرابع من سيرة ابن هشام، وموجود في كتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل صفحة 267. والأستاذ لو مش مصدق الكلام ده يروح ويستشهد بالكتب الإسلامية، مش إحنا اللي قايلينها، مكتوبة في المراجع الإسلامية من أمهات الكتب. فليه هو بيطعن؟ هل عايز يعمل إسلام جديد؟ هل هو شايف أنه أعلم من العلماء؟ هو أعلم من ابن تيمية؟ أعلم من القرون الثلاثة الأولى اللي هي أفضل القرون؟ طيب خلينا نأخذ مكالمة من السعودية. سيد سالم أهلا بك. السلام عليكم. سلام لك، تفضل. نعم. كيف حالكم؟ نشكر رب. أول شيء القناة هدأت للتنصير، هذا أول شيء. نعم أخويا، هدفها القناة شوف القناة للتنصير، صحيح ولا لا؟ القناة للتبشير، أنتم تسمونه تنصيرا، احنا نسميه تبشيرا. أيوة. نختلف اول شيء في المصطلح. شوف نعم. لو سمحتوا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا 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 لا, لا, لا تكتبون عليه. اعطينا مسألة واحدة كذبنا عليه فيها. ما كل كلامكم كذب عليه، والقتل، اي قتل هذا؟ احنا عندنا فيه موجودين في السعودية نصارى
موجودين هندوس موجودين ما صح. أمرنا بقتلهم صح. النصارى موجود عندنا بس لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع الجزية. لا 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 أنا إحنا تكلمنا عن شيء معين. لو واحد لو واحد كان انتقد محمد كان يقتله ولا لا؟ كيف؟ لو واحد انتقد محمد مسلم كان أو نصراني كان يقتله ولا لا؟ يا أخي رسول هذا كيف ينتقد؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ينتقده ما قتله ليش ما قتله؟ خلينا من عمر بن الخطاب نتكلم عن الجماعة التانيين. عمر بن الخطاب كان يراجعه ولم ينتقده. لا كعب بن الأشرف مثلا الأخ أحمد أعطاك كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف شو اسمه كافر. أرجعنا بدينا من الأول يعني كافر لازم يتقتل بدينا من الأول. أنت من قبل تانية بتقول كيف يقتل لا يقتل عندنا النصارى في السعودية. هذا حربي الحرب المقاتل هذا بينه وبين القتال لازم يقتل. أم قرفة ست عجوز فرقها بين نصين ربطها بين جمالين شو أم قرفة قادرة تحمل حتى سيف هجته بلسانها يعني. يا أخي أنا حديثكم هذه ما أدري من يجيبونها. لا أم قرفة موجودة في سيرة بن هشام. شوف لا 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 أنت قلت اتهمتني بالكذب تتكلم لا تتهم خليك معي اهدى معايا شوية يا أخوي سالم. أنتم تعرفون الإسلام طيب. أنتم تعرفون الإسلام زين وتعرفون الإسلام رحمة وإسلام محبة لا إحنا ما نعرف لا إحنا لا ما لا لا إحنا ما نعرف هيك إحنا ما نعرف هيك ما تأولناش الإسلام رحمة ومحبة ما نعرفهاش ممكن تورينا وين هي لا 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 تعرفها وتعرفها زين عافية يعني هي لا ما ينفعش. طب اسمعني أولا بس عشان أبين خطأ حضرتك أنت قلت أنك عندك من اليهود والنصارى والهندوس بس بيدفعوا الجزية ولا يقول. طب اقرأ كده بقى الآية بتاعت الجزية في سورة براءة بيقول لك إيه لازم يكون اليهود والنصارى أما من ليس بيهودي أو نصراني أي من أهل الكتاب فيقتل أو يعلن إسلامه. فاللي أنا عايز أقوله لك يا أخي لازم تقرأ النص بتاعك الأول صح وبعد كده تحاججنا فيه إنما كمان تيجي تأولنا وتقول إن إحنا عارفين إن الإسلام دين محبة وسلام كنا تركنا ليه لو كان دين محبة وسلام. هل الحديد ده أنا اخترعته من عند نفسي يا أخوي سالم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم يعني العكس صحيح. هل هذا الحديث من عندي ده في صحيح البخاري كتاب الصلاة؟ نعم. طيب أنا أسمع ردك. المشكلة شوف أن نقاتل نخرج الناس من الظلمات إلى النور. قبل شوية كنت تقول من قاتل يعني نقاتل فقط يعني اللي اعتدى الآن تقاتل لتخرج الناس من الظلم الناس عايزة تفضل في الظلمات. يا أخي ما نقاتل سيادة ما نقاتل العز ولا العزة الإسلام نبي نرفع راية الإسلام نبي نشيل أم عن هالناس. لا سيب الناس مظلومين معلش سيب الناس مظلومين يعني لو كنت تقتلهم عشان تخرجهم من الظلم الظلم أحسن ليهم يعني الظلم أحسن ليهم؟ يعني تقتل واحد عشان تخرجه من الظلم لا الظلم أحسن ليه من يموت. لا يا أخي وشلون خلي الظلم هذا يظلمون الناس؟ يا أخي الحبيب أنت تأتي لتجير شخص فتفرض عليه قوانينك؟ سامحني أخوي أحمد وسامحني أخوي سالم ضروري نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لإكمال هذه الحلقة. رجع. هتبقى معايا هكمل معاك بعد الفاصل هتبقى معايا ما تخافش. برنامج سؤال جريء حوارات بناءة. في ناس كتير بيفتكروا انه احنا خاينين احنا ما بنحبش بلدنا ما بنحبش شعبنا لكن هذا خطأ. أسئلة جريئة. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ قضايا ساخنة. إن أنا ومراتي أمننا بالمسيح عن اقتناع وحنفضل مؤمنين بالمسيح عن اقتناع. مناظرات محترمة. هل عندكم دليل تاريخي أن المسيح لم يصلب؟ هل عندكم دليل مادي من غير الالتجاء للي نصوص الآيات؟ أعزائي المشاهدين نرحب بكم في تكملة هذه الحلقة.
من برنامج سؤال جريء. كان معنا الأخ سالم قطع الخط أو انقطع الخط، المهم مش من عندنا، لو يحب يتصل مرة تانية ونتأسف للموضوع. أنا وعدتك تكون معايا لكن لسبب أو لآخر قطع الخط. لازال سؤالنا بالنسبة للرسائل القصيرة، هل تعتقدوا أن المسيحيين من خلفية إسلامية سيكون لهم تأثير كبير حتى نعرف أراءكم في هذا الأمر؟ ولو كنت مسيحي من خلفية إسلامية ابعث لنا رقم 7 حتى نعرف ونكون على اطلاع بالأعداد الحقيقية الموجودة في عالمنا العربي والإسلامي وفي أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. أخوي سامر أعتقد أنه عاد معنا على الخط، هل تسمعني؟ أكيد أخ رشيد، عم بسمعك وسمع حوارك مع عبد الخضر. إيه تعليقك؟ تعليقي أكيد محمد قال من بدل دينه فأحبوه أو زوجوه. شو يعني قال محمد من بدل دينه فأقتلوه؟ ما شي واضح يعني، هلا أنا أو أنت أو أخ أحمد وملايين الأشخاص تأمنوا بالمسيح وين عايشين؟ عايشين باضطهاد وبألم بصعوبات وخايفين، لأنه بهيك محمد أمر من بدل دينه فقتلوه في قتل. وأنا هلا صلي 7 سنين أخ رشيد، 7 سنين صلي أنا بعيد عن أهلي بسبب إيماني بالمسيح، لأنه المشايخ بدهم يقتلوني. طبعا حنشوف فخرنا احنا. امين. انا حنشوف الجزء الثالث من الفيديو تبعك، وده اللي فيه مرحلة الاضطهاد، ممكن نشوفها جميعا. الفيديو شوية طويل لكن معلش استحملونا، هنشوفه معا اختبار شيق، نتوقف نشوفه معا ونعلق عليه بعد ما يفوت على الشاشة قدامكم. فليت على البيت، انا عايش بمخيم من الفلسطينيين نهر البارد، لهلا صار مشهور. مشهور طبعا. من 7 سنين تركت هيدا المخيم. 35,000 مسلم موجود فلسطيني، ما في مسيحي. اول مرة انا بحياتي بحصل على انجيل، بلشت اقرا بالانجيل، اقول معقولة هيدي كلمة الله؟ بلشت اقرا بالليل، بنفس الليلة خبيت الانجيل تحت البلوز تحت الكنزة، وانا طبعا رحت على الاجتماع ما كنت البس هيك، مربي لحية ولابس عباية، بلشت اقرا بالانجيل. في قوة غير طبيعية عن جد حقيقة تعمل، كلمة الرب هي روح وحياة. نعم. بلشت اقرا بالانجيل، معقولة هذه كلمة الرب؟ قعدت سنة ونص انا عم بقرا بكلمة الرب، بنفس الوقت اروح على الجامع واروح على الكنيسة واقرا كتب، صار عندي مثل صراع بداخلي لاني بلشت افتش، بلشت اقرا، بتذكر الكلمات اللي كنت اقراهم، احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسن اجل الذين يسئون اليكم. ما اجمل هيدي الكلمات حقيقة. نعم. للرب يسوع اللي طالعة من فمه، بلشت اقول هيدا رب، هيدا يعني هيدا اله بينعبد، مش لعن اليهود والنصارى والذين كفروا. صار عندي صراع، والله خير الماكرين. خبرت شاب صديقي مسلم، بعدني مش ثابت بالرب بس عم بروح على الكنيسة وعم بعرف، هيدا مفتح لي طريقة لحتى اعرف. خبرته قلت له حقيقة انا واقع بمشكلة، صار عندي مثل شك بالإسلام. خبرته شو عم بيصير معي، قلت له معقولة يسوع هو رب؟ أنا بلشت أحس أنه هو رب وهو مخلص، وبلش أجيب له آيات من القرآن، بلش يقول لي خبرني شو صار معك. خبرته وهو خبر المشايخ، والمشايخ جابوني وبلش يقروا عليه قرآن لأنه قالوا هيدا سحر. يا سلام. بلش قالوا لي معطينك شيء هول الجماعة؟ قلت له لا. قالوا لي مهددينك بشيء؟ قلت لا. قالوا لي شربت من عندهم شيء؟ قلت لهم ايه. قالوا لي ايه، هول حطوا لك شيء سحر لحتى تصير معهم. حقيقه انا صدقت، لانه حقيقه انا مش عارف كيف الرب يسوع غير لي حياتي، له المجد. عن جد نقلني من جحيم. يعني هلا انا لو ما مع المسيح كان في سجن او متت صدقني. بس انا بشكر الرب لانه غير لي حياتي. بلشوا يقرق عليه قرآن لحتى ينتهر السحر، طبعا هذا فشل لأنه هذا أنا مسحور بحب الرب. وراحوا عندي على البيت أخذوا كل شيء في أناجيل، يعني حقيقة أكنه واحد عنده شو مخدرات. أخذوا الأناجيل من تحت الفرش من عندي من البيت بشرطان،
يعني ما بعرف ليش بخافوا من هالكتاب هذا اللي بخوف المسلمين، هذا الكتاب الإنجيل للأسف. بعدين أنا ما عم بروح، كنت على الكنيسة بس كان في شيء شدني أروح على الكنيسة. رجعت من بعد شهر، هني كانوا مخبرين خيي، رحت على الكنيسة خبرتهم شو عم بيصير معي، بلشوا يخبروني قصة الرسول بولس وقصة استيفانس وكيف انه طريق المسيحيه منا مفرش بالورود بل في اضطهادات والام، ولكن الرب بيعزينا وبيكون معنا. اخذت معي انجيل صغير حطيته بجيبتي، وخيي بس رجعت على البيت شاف الانجيل وقال لي خبرني شو صار معك. خبرته، كان حقيقه هيدا صعب لعائلتي لانه ما بيستوعبوا هذا الامر. بلشت امي تبكي، انا عايش بعائله، بي متوفي، ست شباب ست بنات، البنات يعني كان مثل اكنه شخص ميت بالبيت. بلش يبكوا انه شو عملت انت، انت اللي كنت متشدد اسلاميا، اللي كنت تقولنا ما تسمعوا موسيقى، لازم تتحجبوا وتغطوا وجهكم، انت عم بتقول يسوع الله، يسوع رب، عيسى رب. ما كان يعني كان صعب هيدا، وتعذبت كثير بالبيت، ضربت، خيي ضربني، طهدت، نزلوا لي الدم، احيانا هربت، هربت من 7 سنوات. وبس هربت مش بس وقف الاضطهاد، حقيقة طريق المسيح فيها ألام وصعوبات بس في سلام. أنا إجوا أمن الدولة حط المسدس براسي، أنا فكرت كلابسين مدنيين، فكرت المشايخ بعطينهم شي 20 شخص وكلبشوني، أخذوني على السجن لمدة 3 أيام بتهمة أنت كنت متشدد، ليش صرت مسيحي؟ شي غريب. هني خافوا انه انا جاي اعمل شيء بين المسيحيين، ولكن نشكر الرب، الرب عزاني والرب اعطاني فرح وسلام. أمين. وتحملت الاهانات من جيراننا، من اصحابنا، صاروا يزوروني بنظره غير شكل. كمان حبست تاني مره، ما كان معي اوراقي ولا الباسبور تبعي، خيي خزق لي هني، رحت اجيبهم من البيت، ضربني وكان بدي يسجنني. اللي صار انه انحبست 3 ايام، كمان ما كان مع اوراق، والرب ساعدني حتى قدرت حصلت على اوراق. بعد اخر مره انحبست بتهمه انه انا عم بعمل نعرات طائفيه، كانوا في اسلام حققوا معي، كانوا يسئوني، كانوا يقولوا لي ليش انت امنت بالمسيح، وحقيقه حمل الصليب من هوين، ولكن اخ دانيال كان عندي فرح، عندي سلام، عندي تعزيه. وهلا انا صلي 7 سنين مع الرب يسوع المسيح، وتعمدت، والرب غير لي حياتي. وهلا انا هلا مبشر بروعة الشوارع، بروعة طرقات، والرب اعطى قلبي للمسلمين، وخاصة انا كنت بدي اعمل شيخ لحتى اخبرهم عن يسوع اللي بيخلص، يسوع اللي غير لي حياتي. فرحان كتير بحياتي رغم شو ما صار. هلا اهلي قريبا يجوا للمسيح، الرب عم بيعمل معجزة لانه صاروا شافوا انه انا تابت بالرب وشافوا الحق، لانه حقيقة الاسلام خدعة والرب يسوع هو اللي بيغير وهو اللي بيعطي فرح وبيعطي حياة. أمين أمين. طب أخوي أحمد إيه تعليقك؟ أقول لك أنا عايش شوية من الفرح اللي عنده. أمين. يعني الرب يباركه، الرب يبارك أخوي الحبيب. يعني الرب تعامل معاك بطريقة عجيبة، وتحملت من أجل يسوعنا حبيبنا العذاب الشاق. طباك إنك فعلا جبار بأس للمسيح إلهنا ومخلصنا. أخويا سامر، انطلاقا من تجربتك، إيه كلمة؟ تفضل. وبعدنا عم نتحمل ورح نتحمل ونفتخر إنه عم نتحمل. أمين. عبد الصليب. أمين يا رب. أمين. إيه كلمتك لناس اللي ممكن عندهم ظروف مشابهة، أو بتضطهدهم عائلاتهم، أو بيمارسوا عليهم ضغط، أو إيه الكلمة اللي تديهم من خلال تجربتك أخويا سامر؟ اللي بعطيني هي صدقوني اهم شيء نتمسك بيسوع، لانه حب يسوع هو بيملي حياتنا، هو بيقوينا وبيعلمنا كيف بالصعوبات ووقت الشده، انه هو يكون انسق من الاخ، هو الصديق، هو البي، هو الام. تجربتي كانت صح كثير صعبه، بس كان عندي سلام، كان عندي فرح. خلينا نتمسك بيسوع لانه عندنا اكليل رح بكره الرب رح يعطينا اياه. نتمسك لو شو ما عملوا، لو ما شو صار بحياتنا،
لو حط اخر شيء بحب خبرك شيء صار معي من شهر. نعم. توفت انا من شي شهر تقريبا، كانت امي عم تتحضر للموت. واتصلوا فيه اهلي انه امك عم بتموت، وسمعها على التليفون، هي ما بتحكي، سمعها على التليفون الشهاده الاسلاميه لانه امك بخليها تموت راضيه عنك، وعم بيبكوا قدامي وعلى التليفون. تقريبا شي 20 اتصال اخ رشيد، وبتعرف هذا موقف صعب. صح. يعني بدهم اياك تعطي الشهاده وامك عم بتموت، وانا قلت انا ولا يمكن ولا ممكن اقول هذا الكلام. بيترجوني يبكوا اخوات البنات، خلي امك تطلع روحها للسما، خلي امك عم بتموت قولي الشهاده، واخر شيء قولي لا اله الا الله يسوع هو الله، وسكر الخط بوجهي. وكان الثمن اخ رشيد انه انا ما حضرت جناز امي، بس تعرف اخ رشيد من قبل بثلاث اشهر انا شفت امي، وامي طلبت الرب يسوع معي، وعندي شريط مسجله شهاده حياتها، هي قالت يا رب يسوع فت على قلبي غير لي حياتي. فت عندها وهي مريضه. خليني استوضح الامر إلي. خليني نستوضح الامر. فت عندها وهي مريضه قبل هيك وشهدت للرب يسوع قبل ما تموت؟ صحيح. انا كنت وقتها بالخارج، كنت خارج البلد. ايوه. واتصلت اختي، هي مع مرض السرطان، اتصلت اختي قالت لي انه امك اليوم رحت عند الحكيم وقال المرض عم بينتشر بكل جسمها. وانا حكيت لماما على التليفون، امي ما معها خبر انه هي مريضه، وقالت لي انت بدي اشوفك لحتى نتغدى انا وياك نقعد مع بعض. هذا الشعور قالت لي، هذا الشعور يعني صار عندي احساس اني صرت ابكي انه امي ما معها خبر انه هي مريضه، وهي خبرتني انه هي معها هيك شويه قريب وهيك معها ورمان بالدم، بس هي معها سرطان هي مش عارفه. وعم خبر شاب صديقي مؤمن كمان من خلفيه اسلاميه، وقال لي بلشنا نصلي وحسوا من الرب انه لازم اخبر امي على المسيح، وقال لي هلا لازم تنزل على بلدك وتخبر امك على الرب يسوع. وكان هيدا طبعا يعني انا كان صلي يومين وعندي مؤتمر بالخارج، يعني كان هذا الشيء صعب كثير علي انه هلا انزل انا واطلع على اروح على بلدي. والرب رتب ورحت على البلد ولقوني اصحابي كمان اعطوني مي مصلايه، ورحت دغري مع وين امي قاعده، وفتحت الانجيل وهي تفاجأت انه كيف هيدا اجى هلا عم بيحكيني انه ابني باوروبا كيف اجى. بجيت بنفس الليله وفتحت الانجيل وخبرتها عن مرأة نازفه بالدم. اختي تضايقت هي وزوجها، بس امي كانت عم تستقبل الشفاء من الرب. بعدين خبرتها قلت لها امي انا جاي هلا لحتى خبرك، وراجع راي على اوروبا لحتى خبرك انه يسوع بيقدر يشفيكي. وقلت لها بتحب تصلي معي تطلبي الرب يسوع مخلص تحياتك الشخصي؟ وامي اخ رشيد انا يعني شيء بالخيال، امي قالت يا رب يسوع فوت على بغير لي حياتي. بس صليت هالصلاه وحطيت ايدي على راسها بلشت اصلي لها، امي قالت في شيء مسقع، في شيء مسقع. أم أختي تضايقت كثير، أختي متشددة إسلاميا، قالت هيدا السقعة هيدا الهواء من الشباك. وطلعنا وإمي قالت لا الشباك مسكر، هيدا مش من الشباك. حسيت في شيء طلع من عيوني، حسيت في شيء هيك مكهرب، حسيت هيك شيء طلع من عيوني. وشربت المي المصلاية. ثاني يوم أنا عم زور إمي، خبرتني إمي إنه كثير ارتاحت، بعد فترة كثير مرتاحة. وإجا حدا لعندها قد ما حست قديش هي مش فيي، شربته من هيدي المي، قالت له هيدي المي منيحه، والرب عمل معجزه وهلا هي عم تمجد اسم الرب يسوع المسيح. امين امين امين. نشكر الرب من اجل هذا الاختبار اخويا، والرب يبارك حياتك. يعني فعلا انت شخص شجاع وتكون قدوه لينا احنا، حتى نعرف انه الناس لازم يشهدوا لاهاليهم، كل واحد من خلفيه اسلاميه لازم يشهد لاهله، لانه اهلنا احنا مسؤولين تجاههم قدام الرب. خلينا ناخذ مكالمه من اخ مصطفى من كندا. اهلا بك. سلام لك والاخ احمد. اخ رشيد انا سلام لك. انا كمان من نفس البلد للاخ سامي هلا اللي كان عم يتكلم، نفس البلد.
طيب ممتاز. انا من خلفية اسلامية. نشكر وهعطيك اختباري بوقت قصير كتير. طيب تفضل. انا متجوز وعندي 3 اولاد، فصار اختلاف بيني وبين مرتي، ف يعني رميت عليها الطلاق. فوصلت القصة للأهل، وصلت القصة للشيخ، وصلت القصة للجامع، فطبقوا علي سورة البقرة 229، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتأثرت معي كتير. وأنا قاري القرآن، بس طبعا اللي بيقرأ القرآن أنت بتعرف من خلفية إسلامية، بتعرف أنه نحن بنقرأ القرآن بس ما بنفهم القرآن. طيب. فرجعت صفات أقرب القرآن ووجدت أشياء كثيرة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح، يعني وإلى آخره. طيب. فحبيت يعني لقي شيء يساعدني لقصتي أنا بالإنجيل، فذهبت إلى أحد الكنائس وطلبت الإنجيل، فعطوني إياه بطريقة خينة يعني من دون أي سؤال. فوجدت بالإنجيل أنه بالفعل هو الكتاب، كتاب الله هو الكتاب الحقيقي، وبالإنجيل كله محبة وسلام وتسامح، والامرأة متساوية مع الرجل. أنا سمعت قصتك قبل هيك أخ مصطفى، مش عارف فين. أنا حكيت قصتي يعني بس لحتى سمع أهلي. يعني مين أهلي؟ مش المسلمين، أهلي اللي هن أخي وأبي وأمي وأختي وخالي وعمي. يعني كيف طبقوا علي هذه الآية؟ يعني لأنه أنت طلقت مراتك طلاق الثلاث، يعني 3 مرات، يعني شيء خطأ مني هذا. أنا بعترف أنه أنا أخطأ. يعني أنا مرتي مش عامل الذنب، أنا كنت يعني ألعب أمار وروح على الكازينو. بس القصة أنه أنا عندي 3 أولاد. لماذا يطبقوا علي آية قرآنية؟ أنا بس بدي أسأل أهلي كيف يعني طلعوا ضدي لما أنا غيرت ديني، مش لأني طلقت مرتي. غيرت ديني لأني وجدت بالقرآن آيات نكاح وقتال، أما في الإنجيل فوجدت المحبة والسلام. أمين أمين. أشكرك أخويا مصطفى، ونتمنى الناس تشغل عقولها، لأنه في أشياء كتير تدل على أن يسوع المسيح هو الحق ومش القرآن ولا الإسلام. أشكرك. طيب تعليق منك أخويا أحمد، يعني الأخ مصطفى فعلا أنا سمعت اختباره قبل هيك ونفس الشيء حكاه، يعني وحكولي ناس كتير قصص مماثلة حصلت معاهم. فلسبب أو لآخر الرب يستخدم كل الأسباب. بعض المرات إنسان يقرأ القرآن ويكتشف حاجة ويبتدي يدور، بعض المرات من الإنجيل، وبعض المرات من البالتوك، وبعض المرات من الفضائيات، بعض المرات من حلم. فإيه توقعاتك أخوي أحمد للمستقبل والأيام اللي نعيشها، وشو حيحصل في عالمنا العربي؟ وإحنا بنسأل الناس، هل تعتقدون أن للمؤمنين من خلفية إسلامية تأثير؟ هل تعتقد أنت نفسك أنه حيكون لهم تأثير، وخاصة وأنت من خلفية إسلامية؟ إحنا بنبص على البدايات يا أخ رشيد. نعم. إحنا دلوقتي بنقول يا هادي، الحركة اللي الناس بتبتدي تتعرف فيها على المسيح بدأت من زمان، من أول ما بدأ الرب يفتقد عباده، بدأ من أول ما قال المسيح في كتابه: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن أذهب وآتي بتلك أيضا، تكون رعاية واحدة وراع واحد. الرب بيتفقد رعيته، الرب هو الراعي الصالح. ودي البداية، وهيزداد العمل، وهيزداد كل ما هيكون فيه متنصرين منتصرين مش مرتدين، مستردين في اسم يسوع المسيح، هيبتدي يكون فيه فعل أكتر في الحصاد، وكل ما يزيد الفعل هيزيد الحصاد، لأن رب الحصاد بيبعت، وهيزداد العمل، وهيزداد التبشير، رغم أنف من رغب، وتأتي كل ركبة، تنحني كل ركبة ورقبة، وتقول أن يسوع هو الرب.
أنا جاتني فكرة أخ أحمد وأتوجه بها المشاهدين، وعلى فكرة ولا جاتني قبل هيك إلا الآن، أنا بتوجه لكل مشاهد من خلفية إسلامية، لو عايز تقول اختبارك زي ما فعلت الأخت سارة أو زي ما فعل الأخ سامر سواء بالصوت أو بالصوت والصورة، ابعت لنا معلوماتك، ربما الإخوة هيتفاجئوا بطلبي هذا أيضا، يحطوا رقم الإيميل ويبعثوا لنا كل المعلومات حتى نتصل بكم وننسق ممكن بأي طريقة نأخذ اختباركم، لأنه شهادة للرب يسوع المسيح، ونريد أن نخرج الآن، انتهت عقبة الخوف، انتهى عصر أنه آمن وتخبى، الآن لازم نخرج جميعا كلنا من خلفية إسلامية ونقول للعالم أجمع نحن هنا، نحن موجودون، الأمور تغيرت، نطالب بحريتنا، نطالب بحقوقنا، نطالب بكل الأشياء اللي تليق بأناس في القرن الواحد والعشرين في عصر التحضر في عصر الحريات. وأنا متأكد أن الرب قال اسألوا تعطوا، اخلعوا يفتح لكم. أمين. أمين. وقال أيضا الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور، والذي تسمعونه في الآذاء في الأذن نادوا بها على السطوح. وأيضا قال في رسالة بطرس كونوا مستعدين للإجابة على سبب الرجاء. نعم صح. الذي فيكم، فإحنا لازم نكون مستعدين ولازم يكون عندنا الشجاعة أننا نتقدم ونقول ليه إحنا أمننا بالمسيح وإيه حياتنا بقت في المسيح. أشكرك أخويا. أخويا سامر، أخويا سامر سامحني. بعد أخ رشيد، الله لم يعطينا روح الخوف، الله لم يعطينا روح البشر بروح القوة أمين. والمحبة والنصح، لازم نشهد عن الرب عن جد. لازم أنا بوجه رسالة لكل المتنصرين في العالم العربي والإسلامي، مش لازم نخاف، لازم نواجه ونقول الحقيقة. في قصة رح خبرك إياها أخ رشيد وأحمد للمشاهدين باختصار، مع الناس وقت كتير. تفضل. في شخص ببريطانيا بتعرف من غير ما نذكر أماكن، تفضل. إذا يفتشوه، أوكي، لازم يفتشوه شو في بقلب الشنطة، وإيش راح للبوليس، والبوليس سألوا هل في شيء تعلن عنه، قال له إيه في شيء أعلن عنه، والبوليس فاجأ قال له شو بدك تعلن، قال له إنه يسوع هو راب وهو مخلص. في شيء يا جماعة لازم نعلن عنه، إنه يسوع هو الحق، هو الطريق والحق والحياة. في شيء خبر عنه، إحنا مش خايفين. بقول الرب لا تخاف من الذي يقتلون الجسد، بل خاف من الذي يقتلون الروح والجسد معا. في شيء لازم نعلن عنه أن يسوع رب وبيخلص وبيحرق. أشكرك. وناخذ مكالمة من كهينة كندا، أعتقد كهينة لو نطقت الاسم صح. مساء الخير أستاذ. مساء الخير، أهلا بك. أنا بحيي الناس اللي معاكم. أشكرك. وأنا مبسوطة لأني قدرت نتكلمكم يعني النهاردة. بس أنا بحيي الناس على شجاعتهم وهذا اقتناع، بس أنا يعني يعني أنا ما عنديش معلومات كثيرة أنا مش مختصة في الدين الإسلامي ولا في الدين المسيحي. أوكي. بس أنا بحترم كل واحد وقناعته، كل واحد وعنده قناعته، كل واحد ممكن يغير مثلا لدين يسوع. يتهيأ لي كل واحد حر وحد عنده يعمل أشياء عن قناعة. وأتليس الديانة هي الواحد يلحق للرب يعني. أوكي. إذا كان مسيحية أو يهودية أو مسلمة، إزاي إحنا بنلحق للرب وإزاي إحنا بنقرب بعض. أوكي. أنا مسلمة أكيد، بس إنه في ماي فاميلي كتير كريستيانز، and it's normal، حاجة عادية يعني. الأخت مغربية من لهجتك بعتقد، أو جزائرية يعني قريبة من اللهجة. بس كنت في مصر قبل ما أجي على كندا، فممكن أتكلم مصري بسهل يعني. ممتاز. ممتاز. بس أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إني كتير أنا ما عندي مشاكل مع كل الناس اللي عايز يغير من الديانة المسلمة للديانة الثانية. they are completely free. ولازم واحد يحترم اللي بيعملوه الناس. وأنا أمصري فور الأخ سامر اللي كان معاه، ولكن يعني بين قوسين نفسي نقولك إنه يعني مش أنا ما بيتهيأليش إن الديانة هي المشكل. التاريخ. لا أختي كاهنة يعني أنا أسمعك.
يمكن نختلف وجهة النظر. أنا بشكرك كتير أنه أنت الظاهر عندك انفتاح كبير، وخصوصا أن يمكن شاهدت تجارب في عائلتك هم كمان يعني صاروا مسيحيين. هو فرق بين الأشخاص وبين النصوص. لما احنا نقرأ النصوص ونقرأ أفعال الصحابة ولا أفعال نبي الإسلام نفسه، لا نجد أنهم منفتحين بنفس الشكل اللي أنت به منفتحة. وممكن ترجعي، ممكن ترجعي لكتب السيرة وتقري من غير التفسيرات، من غير التفسيرات. نرجع للعصور الأولى، حتى لما نرجع للعصور الأولى نجد حوادث كثيرة ما كان فيها انفتاح، كان أول شيء يقوم هو السيف. أنا في التاريخ هذا، ما التاريخ ممكن الواحد يعرف، بس المشكلة إنه في التاريخ ممكن في كل شيء متى التاريخ للأسف. يعني مثلا في ما بظن إنه في بس المسلمين هم اللي كانوا بيقتلوا يعني بفور، يعني حتى في كل في المش مشكلة حتى بين المسلمين والمسلمين كاين قتال يعني. فأنا ما بظن إن المشكلة هي إنه الديانة الإسلامية ولا إشي. يعني إذا واحد بيقول لك اقتل وإنت مش مقتنع إنك تقتل، مش هتقتل بس إن إذا أنت في دماغك يعني أنت متعصب. التعصب مش كويس في كل الديانات يعني whatever. التعصب مش كويس، أنا بالنسبة لي التعصب مش كويس طيب إيه توقعاتك أختي بالنسبة للمستقبل؟ هل تعتقدي إن البلدان الإسلامية ستنفتح وتعطي حرية أكتر للناس يأمنوا بأي شيء أراد؟ والله بس انه انا عايزه اقول لك اني انا بنحترم الديانه الاسلاميه كثير والديانات الثانيه. يعني احنا حتى عندنا مثلا في الـ عند المسلمين بنسمي يعني اسامي، بنسمي عيسى وبنسمي موسى. يعني we are respecting so much you know. حتى في القران اتكلموا كثير 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 على الديانات اللي كانت من قبل يعني، وتكلموا كثير 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 على مريم. لكن سامحيني اخت كاهنه، الوقت ياخذنا. ذكر المسيح او ذكر عيسى او ذكر مريم في القران لا يعني الاحترام بالضبط، لانه حتى البقره مذكوره، وحتى الكافرون مذكورين، وحتى المنافقون مذكورون، وحتى النمل مذكور. فالذكر شيء والاحترام شيء آخر، وأنا بختلف معك في هذه النقطة. لكن أشكرك على أي حال. أنا بعرف صورة مريم، أنا ما بعرفش الناس اللي كتبوا كتير بعدين، بس أنا بعرف صورة مريم. يعني كتير كتير احترام للعذراء، يعني كتير موجود حاجات كتير موجودة عندكم في الكتب. أوكي طيب أنا طيب أشكرك معايا 3 دقائق لختم البرنامج. أشكرك على المشاركة. وأخويا سامر كلمة أخيرة منك. أنا بصلي وبحب أقول لكل شخص عم بيشاهدنا أنه يفتح قلبه للرب يسوع المسيح، وإذا ما عنده إنجيل في يطلب من البرنامج أو من أي كنيسة أو من أي شخص يقرب الإنجيل. لأنه فعلا أنا من اختبار الشخصي من 7 سنين مع الرب يسوع المسيح تغيرت حياتي. وشيء نسيت أنا أقول أنه كمان أمي أمت بالمسيح وهي توفت، وهي هلأ فوق مع الرب يسوع عم بيسمع الرب. أشكرك، لأن الأيام يعني عصيرة. أشكرك أخوي سامر، ونتمنى الأفراد التانيين من عائلتك كمان يجوا للرب يسوع. أخوي أحمد كلمة أخيرة. أمين. يسوع حي، يسوع هو الله. وأقول اللي قاله الرسول بولس: ويل لي إن لم أبشر. أنا استلمت إيمان من رب المجد يسوع المسيح، وسأعلنه وسأقدمه لكل من يطلب ليعرفوا مقدار السعادة والفرح والأمن والسلام الذي نشعر به في عشرتنا مع يسوع المسيح. ونحن ليس لنا ديانة، إنما لنا علاقة شخصية مع رب المجد جل اسمه. أشكرك أخوي أحمد. النتائج الأخيرة بالنسبة للأسماس ممكن يعرضها المخرج. ونحب أن نذكر مشاهدينا أن الحلقة القادمة ستكون عبارة عن إعادة لحلقة الجهاد، مش حيكون هناك بث مباشر، لأننا في طور الإعداد لموسم جديد من حلقات برنامج سؤال جريء. سألتقي بكم في الحلقة التي بعدها إن شاء الرب وعشنا. أعزائنا المشاهدين، نحن في آخر البرنامج، في نعطيكم شهادات، يعني شهادة الأخ أحمد أو شهادة الأخ سامر أو شهادة الأخت سارة، وإخوة وأخوات كثيرين أمنوا بالمسيح، مش لأغاضتكم أو استفزازكم أو لأي شيء تاني، بس فقط لأجل دعوتكم، دعوة محبة إلى حياة المحبة، إلى أحضان يسوع المسيح الحي الذي سيعود ليدين الأحياء والأموات.
يسوع المسيح القدوس الطاهر الذي ليس له خطية، يسوع المسيح الفريد الذي غير قلوب الكثيرين، والذي جعل المتطرف وديع، وجعل الكاره محب، وجعل القاسي لين، وجعل المعوج مستقيما. ندعوك أيضا لحياة الطهارة مع يسوع المسيح، لحياة القداسة مع يسوع المسيح. فإن أراد أي واحد أن يتمتع بهذه الحياة فليطلب من يسوع المسيح أن يدخل إلى حياته. قال يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أترككم في رعاية الرب، وإلى اللقاء في الحلقة ما بعد القادمة إن شاء الرب وعشنا.